الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي وما صاحبه من تحولات تكنولوجية جعل منظمة محامي الجزائر تسلط الضوء على هذا التطور من خلال ملتقى دولي. الملتقى كان فرصة للتطرق لواقع المهن القانونية وسط تحديات الآلة. في المحاماة وفي القضاء بصفة عامة البعض يرى بأن استعمال الذكاء الاصطناعي والرقمنة هو راح نقول قيمة إضافة تزيد المهنة والمعاملات القضائية، في حين أنه كان جانب آخر أن الذكاء الاصطناعي عنده جوانب، القضاء يبقى قضاء، يبقى علاقات إنسانية، كاين أمور ما نقدرش الإنسان في إجراءات قضائية نقدم حكم أو إجراءات قضائية تفصل فيها آلة مثلا. المشاركة القوية لأصحاب الجبة السوداء من دول أوروبية في الملتقى شكلت فرصة للمحامين الجزائريين لتبادل الخبرات في المجال الرقمي مع إبرازهم الضمانات القانونية الموفرة للمستثمرين الذين يقصدون الوجهة الجزائرية. الذكاء الاصطناعي شيء جديد وخاصة حماية المعطيات بالدرجة الأولى، وكان المشرع الجزائري قد وضع قانون جديد فيما يتعلق بحماية المعطيات، وبالتالي ضروري القيام بمثل هذه الملتقيات حتى التبادل يكون فيه تبادل للخبرات بين الدول الأوروبية والجزائر. المستثمر الأجنبي لما يجي يستثمر في الجزائر يبحث عن الحماية القانونية، وإحنا من خلال هذه الملتقيات اللي تتنظم بطبيعة الحال مع زملاء الأوروبيين، واللي راح تكون معهم عدة لقاءات أخرى من أجل إعطاء الصورة الحقيقية للاستثمار في الجزائر. نقول لهم باش نوضحوا لزملائنا الأوروبيين مرحبا بهم في الجزائر. بدورها منظمات المحامين الأوروبيين اعتبرت الملتقى فرصة لتسليط الضوء على أمن المعلومة والجريمة السيبرانية. Les sujets d'actualité que nous allons traiter sont l'intelligence artificielle, la protection des données, la cybercriminalité, également les investissements et la sécurité juridique. Et c'est des thèmes, des domaines qui nous intéressent des deux côtés de la Méditerranée. وضع التطور التكنولوجي في خدمة المهن القانونية خطوة تهدف لتسهيل وصول المواطن للعدالة عبر إدارة إلكترونية، تطور صاحبه المشرع الجزائري بنصوص وآليات تحمي المعطيات الشخصية وتحفز الاستثمار الأجنبي.